مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات طريق الباصواي، الطريق هذه اللي كانوا كيوقعوا فيها حوادث كثيره وكبيره الله يستر، يعني ديال السائقين ديال الدراجات الناريه اللي كيدفعوا التهور ديالهم انهم يدوزوا من هذه الطريق اللي هي ممنوعه وخاصه فقط بالباصواي. حاليا يعني من بعد هذه الحوادث هادو السلطات الامنيه شنت حملات كثيره وكبيره باش انها تمنع هاد السائقين ديال الدراجات الناريه من انهم يدوزوا من طريق الباصواي دائما خوفا على السلامه ديالهم، ولو ان هاد الناس هادو ما خايفينش على راسهم، يعني انسان هي في حياته شوف ما خايفش عليها، هاملها ما عارفش من القيمه ديالها، ورجال الامن كيفكروا فيهم اكثر من نفسهم، رجال الامن كيفكروا هاد الناس هادو اكثر من راسهم. ومع ذلك كتشوف ان هاد الناس كيديروا افعال اللي هي غير مرضيه، اول شيء وثاني حاجه غير قانونيه، وثاني حاجه كتمس بالسلامه ديالهم وفيها خطر عليهم، لان طريق الباصواي فهي ديال الباصواي، طريق الترامواي فهي ديال الترامواي، طريق الدرجه الناريه ماشي مشكل، هذيك طريقك سير منها، ولكن ملي كتجي وكتشوف هاد الناس كيقوموا بهاد الافعال كتلقى حوادث شباب تلقى ناس مثل سائق سيارة في كرواز ما فيها ديزا من الطريق ديال الباصواي، انا غيبغي اوبليجي منه انه يدوز منها حتى غادي يصطدم بشاب اخر اللي جاي يعني ديز من ديك الطريق، لا عنده لا مبالاة ولا لصحته ولا لحياته ولا للسلامة ديال الغير، كيفكر فقط حاجة واحدة كيفكر غير في راسه، فعيب عيب عيب وحشومة وعار اننا نشوفوا مثل هاد الافعال. انا كنت كنتمنى انه ملي دار الباصواي يكون لي واحد الاحتراف وهاد الاعتراف، يعني لان راه هادشي كيزيد بلادنا القدام، هادشي ما كيخليش انا المغاربه يفما ولا المغرب بصفه عامه كما كيتقال من دول العالم الثالث، كيخلي ان المغرب يتطور، كيخلي المغرب انه يتقدم، وتشوف بطبيعه الحال اللي غادي نبغيوه، ولكن هاد الناس وهاد الشباب بالخصوص راه التطور والزياده ولا الرياده المغربيه السياده المغربيه راه بيكم راه بينا كاملين، راه درنا يد في يد. شوف مؤخرا كان واحد التصريح ديال واحد السيد المعروف بمصطفى بوبريس، شنو قال؟ قال لك خاصنا نتعاونوا ونديروا يد في يد باش نزيدوا القدام، يعني هذا التصريح خدا واحد الشهرة كبيرة. كذلك كان المقولة ديال الأخ اللي كان كيتفاعل معنا في التعاليق شاعر النساء شاعر المرأة رشيد داني، حتى هو قال لك أنه يجب أننا نوقفوا مع عادياتنا ونوقفوا مع المرأة، لأن المرأة من ركيزة المجتمع معروف، يعني رشيد داني بشعره للمرأة واعترافه بالمرأة وكلامه الطيب والجميل في حقها وفي الإنجازات ديالها. فكما كتبعوا مشاهدينا فخاصنا أننا نتعاونوا، هادشي ماشي كلامي غير أنا، خاصنا أننا نتعاونوا كاملين، خاصنا أننا نوقفوا كاملين جنب بعضنا باش نزيدوا لقدام. من العيب اننا نشوفوا مثل هذه الافعال والطيش ديال الشباب انه يبقى، فلهذا السلطات رجال الامن دايرين حمله كبيره سميش على اصحاب على هاد الناس اللي كيخرقوا القانون بالطريقه هادي، كيدوزوا من طريق الباصواي اللي هي ممنوعه وخاصه فقط كما قلت قبل بالباصواي. هاهما رجال الأمن، حنا غنحاولو باش تعرفو، هاهما رجال الأمن يعني واقفين بالقرب على الباصواي باش أي واحد خرق القانون، هاهما رجال الأمن جوج رجال الأمن احتراماتنا اليوم واقفين على قبل هاد المشكل ديال الناس والشباب.